اكتشف باحثون في جامعة غوتنبرغ السويدية أن تحمض المحيطات يمكن أن يؤدي إلى اختفاء الطحالب، ما قد يؤثر في المستقبل على حالة النظم البيئية الساحلية. وبحسب العلماء، فإن الزيادة في حموضة المحيطات هي نتيجة لتغير المناخ. ووجد العلماء أن هذه الزيادة ستؤدي إلى تسريع عملية إزالة الكالسيوم من سقان الأعشاب البحرية المسماة فوكس، ما يجعلها أكثر هشاشة. جدير بالذكر أن كلا من الكالسيوم والمغنيسيوم يسهمان في تكوين الألياف التي تشكل أساسا لسقان الطحالب، لذا فإن نقصها يقلل من قوة سقانها. ونتيجة لذلك فقدت بعض الطحالب قدرتها على تحمل صدمات الموجات وغيرها من مظاهر الطبيعة، خاصة تلك التي تنمو في الأماكن المفتوحة، إذ انخفضت فرص بقائها على قيد الحياة إلى أكثر من النصف.